صباح الخير، اهلا وسهلا منال. طب ممكن أسألك على مشروع بيان ما يجون البقية؟ اي اكيد اكيد، بالعكس خلينا طب نسولف عن طلبت المشروع احسن. المحاضرة الخامسة، نعم طلعت عندي مهام حرجة، يعني أنا إياها أني عابرة التاريخ، بس أكو خطوة واحدة بعد هي ما عابرة تاريخ اليوم 20، فهاي كلها صححتها وبقت بس الفقرة الأخيرة أعطيتها نسبة إنجاز. أوكي يعني ما فهمت المهمة الحرجة تاريخها راح صار فوق. اي، بس انطاني السياج كل مهمه حرجه اي بعتي فيوتشر مستقبلي، هاي اعوفها مو اي اي هاي تعوف فيها، هاي تعوف فيها. اي اوكي بالضبط، اي، هي المهمة وهذولاك الحرجة اللي اثنين راح. انطاني اي انطاني بها فقرات عابره فصححتها اعطيتها نسبه انجاز 100%، والفقره بالضبط، عشان كذا. الاخيره نعم اي بقيتها سكجول اعطيتها نسبه اون انجاز سكيدجول. 76 ده. اه اي لان بعد 4 ايام بالضبط، تقريبا وتخلص هي المهمه، نعم فهاي نعم بقيت نعم اوكي زين. استاذ بالضبط، المهمه عاشت. اللي السهم يكون احمر، نعم هذا عادي لون السهم يصير احمر لان بعدي ما كملنا الفقره مع يا الربط، سهم قصدك السهم اللي اللينك هذا هنا؟ لا، اي الربط ليش احمر؟ الفقره اللي بعدي ما كملانه، شو حول لون السهم احمر اللي هي لا اون هسه اني هاي سكيدجول. فقرات ما يخالف. اوكي هسه اني وين هالاون سكيدجول؟ يعني ما خلي افترض انه هاي اون سكيدجول، خلي اعطي 75%. لا هذه عابرة. لا 50%. ايه ما عندي. لا ليش ما يغير؟ شو انا اغير لون السهم، بس انا هي هاي عندي الفقره انه رابطه بيها فقره، هي اعتقد شلون الانضاج، وبعد هي مطيه فقره تبدي بعد هذا التاريخ اللي هي تركيب الابواب والشبابيك، يعني فينيش تو ستارت، فسوالي زين، السهم احمر. من توقفين على السهم يطلع لك فد مسج فد شي؟ يعني اوقفي على السهم دبل كليك، ليش غير لك اياه احمر؟ ما يغير احمر السهم، هذا لينك، هذا ما له علاقة بأي موضوع هذا. ما انطى اي ملاحظه، وهي فينيش تو ستارت الانضاج، انا مطيه فروم من الانضاج للابواب والشبابيك، التاريخ مال الانضاج ينتهي يلا تبدي الابواب والشبابيك فقره، يعني اي ما يخالف، اوكي ما يخالف، نفس الشيء ما عندي مشكلة بيه. قصدي هاي ترتيب الفقرات ما عندي أي مشكلة بيه، بس هو عموما ليش يغير لون السهم؟ هذا سهم، هو مجرد قصدي خاف انه انت مسويه هو السهم عكسي الفقرة، يعني الأبواب الشبابيك الثالثة وهاي الفقرة رابعة، فيبدي من جوا اي يصعد ما يخالف للفوق، يعني ما ما في يخالف ما ستارت. يخالف. بعد ليش نعم نطاني نعم يا لا لا أحمر؟ ما اعرف، يعني انا ما مر علي سهم احمر صراحة، بعد يعني اليوم كل الاسهم. بننجزه شوف لي شنو المشكلة. هو اي بالعكس، هاي ملاحظة حلوة. هاي خلي لا تلعبين بيه، خلي نشوف شنو لا لا هذا ما السهم انا الاحمر اريد اعرف اي بالضبط. ستار خلي بالضبط. اي نعم نعم عاشت ايدك. تمام تسلم نعم شكرا استاذ. صباح الخير استاذ. صباح الخير، اهلا بدو. استاذ انا همين عندي مشكلة بالتواريخ، انا وهي كان مشروعي يعني بادي بيه يوم 3/1 زين. الشهر الاول، زين احنا هسه الشهر الثاني، نعم زين المشروع مكمل ومخلص يعني. اي ما يخالف. يعني انت قلت لي شنو طلعت لي المشكلة مهمة اللي حرجة، زين اي فأنا شو سويت؟ نعم لعبت بالتواريخ كلها، زين استاذ يعني نعم خربط عندي الشغل كله، صار بحث عليه لا لا، انت كل اللي تحتاجين تسويه هواية. شنو؟ لا لا اسمحي لي اعلمك على طريقة اسهل. كل اللي تحتاجي شو تسوي، انه تربطين كل المهام سوا، تربطيهن سوا. شكو مهام عندك كلهن تربطيهن سوا. يعني شوفي، يعني ما تخلي المهمة ما مربوطة ويا مهمة مثل هاي مثلا على سبيل المثال. فكل المهام تربطيهن سوا، مجرد تغيرين اول تاريخ اللي هو الستارت، هذا راح يجر التغيير على الكل. مدى يصير مدى يزحف يعني لا ما ليش؟ أدري ما أعرف ما يعني أدري. هسه 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 خلي اشوف. يعني اني خلي طب افترض حتى أنا انه من هذا عندي. غيرت مثلا، أنا من غيرت مال أعمال الأسس، أنا مثلا أريد أسويها الشهر الثاني بدل الشهر الأول، الشهر الثاني
خليتها 3-2 زين تبلش. زين زين بالبداية مال الفقرة الرئيسية مال أعمال الأسس، بالبداية نعم ده بقي لي 3-1 اي مال الفقرة الرئيسية، مو الفقرة الثانوية جواها. نعم. زين أستاذ، يعني شلون ليش؟ المشكلة؟ زين ما أعرف، طلعت الفقرة الحرجة وكل زين شيء، بس عندي مشكلة بالتواريخ، شو أسوي؟ ما أعرف. يعني انت بس اسمحي لي، انت هسه غيرت التواريخ مال كلهن وحده وحده لو لا؟ زين أرجعهم على الشهر الأول، يخلص عندي المشروع، شلون أطلع نسبة ما راح إنجاز تبقى أنا؟ عندك مهمه حرجه، ما راح تبقى إيه ما عندك راح مهمه تبقى عندي، حرجه. لازم أخليهم هذا الشهر، إحنا الحال اللي بيه يعني. زين قصدي هو هذا القصد، انه انت تغيير التواريخ شيء صعب عليك؟ انت بس تاريخ البدء ترى راح تغيري، ما راح تغيرين الكل، لان وين باعتبار تاريخ انت البدء الديوريشن. أسويه؟ بأعمال الأسس بالرئيسية؟ لا من بداية المشروع غيري من بداية المشروع، سويه مثلا يبدي 1-2 مو وين 3-1. بداية المشروع أستاذ أسوي؟ من وين؟ نعم من وين أسوي؟ لا قصدي انه من 1-2 ابدي مشروعك، من 1-2 حتى يكون عندك فقرات مكتملة، مثل ما هسه سوت منال، فقرات مكتملة، فقرات اون سكيدجول، فقرات فيوتشر، حتى تطلع لك الفقرة الحرجة الكريتيكال تاسك. تمام. يعني ابدي مشروعك كله، ابدي كل المشروع مالتش من 1-2. اليوم احنا 20-2، عندك اكيد انت راح يخلص مشروعك بشهر الثالث، راح ايه يكون عندك انت فقرات مكتمله كومبليت، فقرات اون سكيدجول بعدها، وفقرات فيوتشر، تمام؟ تمام. وراح تطلع عندك مهمه حرجه، مجرد بس غيري تواريخ البدء. ليش؟ لان انت الديوريشن عندك موجوده، تواريخ الانتهاء هي راح تتغير مباشره. يعني شوفي انا بالنسبه لي عفوا، هذه الفقره تبدي يوم 1-2 وتنتهي يوم 2-2، خلي اغيرها اسويها يوم 7-2، شوفي تغيرت صارت يوم 8-2 مباشره. فاني بس اغير هذا اول فقره، ما اغير الكل. اوكي؟ تمام أستاذ. واذا شفتي الموضوع تخربط عندك، كلش تخربط عندك، او في على حاله بالنسبة إليك أنت مكملة، يعني أنت بالنسبة إليك يعني السؤال الأول اللي بالامتحان أنت يعني أوريدي أنت مقيمة عليه، ما عندك مشكلة، لكن مع هذا أنه إذا قدرت تغيري هذا يكون بعد أفضل. تمام؟ تمام أستاذ. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. ما سلمنا عليكم من البداية، صباح الخير. اليوم هي المحاضرة الأولى الإلكترونية من محاضرات العملي. إن شاء الله نتمنى لكم الصحة والسلامة، ومحاضراتنا اليوم راح تكون هي إذا عندكم سؤال أو جواب حول الامتحان حول المشروع. إن شاء الله الامتحان راح يكون الساعة 8 بالليل، راح تجيكم الأسئلة وتجاوبون عليها مباشرة أونلاين إلكترونيا. فاللي موجودين واحد عنده سؤال على المحاضرة على الامتحان على المشروع، استاذ العفو، بس ممكن توضيح على الاس نعم شيب والجي شيب، لان احنا هاي خدناها بالكلية وما عدنا تسجيل الها. نعم صح المحاضرة الاولى صح صفحة 5. نعم استاذ. اي نعم. خلي ارجع لكم للمحاضرة الأولى. هذا الاس شيب والجي شيب، هذني المصطلحين او المفهومين، هذني هو تمثيل لسير او حياة المشروع. يعني انت المشروع شلون دا يمشي عندك. كمهندسين في بعض الاحيان يطلب من عندنا نسب انجاز. طيب نسب الانجاز هذه تكون على اساس انه انت ايش قد حجم العمل اللي قدمته خلال فترة المشروع. بعض المشاريع تكون الفقرات بيها كل فقرة وزنها خلينا نقول مشابه أو مقارب للفقرة اللي قبلها أو اللي بعدها. مثلا على سبيل المثال، اليوم أنا إذا دا أشتغل أعمال ترابية، في تبليط طريق، في إنشاء سد ترابي، في إنشاء مثلا أي أعمال ترابية كانت، أي أعمال ترابية، هذه الأعمال الترابية يعني أنت تجيب قلابات مال التراب أو صبيس وتخليها بالموقع، تفرشها، ترشها بالمي وتحدلها وتفحصها، وبعدين تكرر العملية بطبقة ثانية فوقها. إذا هذه العملية راح تكون مستمرة يوميا.
هذه العملية من تكون مستمرة يوميا، معناتها انه انت ويا ما يتقدم الزمن عندك بهذا الاتجاه اللي هو الاكس اكسس، ويا ما يتقدم الزمن عندك بهذا الاتجاه راح تكون انه الفقرات بدها تصعد بوتيرة متناسقة. يعني انت يوميا عندك ايش قد مثلا 50 60 لوري صبيس بده يذب لك تراب، وده تحدل انت الطبقات، بده تفرش الطبقات وتحدلها. يعني خلي افرض انه انا اريد ابلط الطريق من هنا للكركوك، انا يوميا عندي يعني ساعات العمل عندي هي من 8 الصبح او من 7 الصبح لحد 4 العصر، غير هاي ساعات العمل انا ما عندي اشتغل بيها. طيب خلال هاي الساعات اللي هي 9 ساعات عندي مثلا 50 لوري صبيس يذب، هذه ال 50 لوري صبيس المفروض 10 من عدهن او 15 من عدهن او 20 من عدهن يوميا حتما لازم تنفرش وتنحدل وترش وتنحدل. طيب اذا هي يوميا نفس المبدا، يوميا نفس الروتين، يوميا نفس الوتيره، معناته انه نسبه الانجاز بدها تصعد بشكل منتظم، بدها تصعد بشكل منتظم الى ان تخلص انت الاعمال الترابيه تسوي نسبه انجاز 100%. انت يوميا نفس الوتيره، يعني ما عندك فقره، ما اجت في فقره زيدت لك نسبه الانجاز، طفرت لك اياها طفره قويه، لا هي نفس اللوريات، تقلب ترش تفرش ترش تحدل ويخلص الدوام وتجي ثاني يوم على نفس المنوال. ولهذا اللي يشتغل بالاعمال الترابيه راح يشوف انه الوضع اللي عنده يعني يوميا نفس الروتين نفس الروتين نفس الروتين، يعني حتى بعدين اخر شيء يقومون التقارير اللي كتبوها هي كوبي بيست كوبي بيست، ما عنده شيء جديد. مثال اخر، مثلا انت عندك مشروع مال اللي اخذناه بالكليه مالت البايو فيول اللي هو الوقود الحيوي. الوقود الحيوي هو يعني مواد او نباتات تنزرع وياخذوها بعدين يطلعون من عندها وقود حيوي، يطلعون منها زيت سيارات، يطلعون من عندها وقود سيارات، يطلعون من عندها هاي المنتجات اللي قامت تستغني عن النفط. طيب انا حتى ازرع بذر الكتان على سبيل المثال، او الكتان او الصويا، حتى ازرعه حتى ابدي انتج الوقود الحيوي واوصل الى نسبه انجاز 100%، هذا الزرع او هذا النبات او هذه المزرعه يحتاج لها وقت، بين ما انت تخلي البذور، بين ما تحرث الارض وتخلي البذور وتصعد تنمو النباتات وتنطيها سماد وتنطيها مي، وراح تاخذ فتره. اذا النمو مال هاي النباتات الى ان توصل الى درجه اكتمال النمو وحصادها ودخولها في المصانع لتوليد الوقود الحيوي، هي كلها عبارة عن وتيرة يعني متناغمة، وتيرة منتظمة لعمليات الإنجاز أو لنسبة الإنجاز. مثل هيك نوع من المشاريع نسميه جيشي، يعني ما عندي فقرة تطفر لي نسبة الإنجاز بالمشروع إلى نسب عالية من الوقت قصير. هذا الجيشي، عفوا الجيشي. الاس شيب هو اللي لحد ما يشبه الجي شيب، لكن في نقطة معينة من الزمن أو في مرحلة معينة من الزمن تقريبا يتوقف الإنجاز اللي هي هذه، لكن بعدين تجي فقرة تصعد لك نسبة الإنجاز بوقت قصير جدا. يعني هذه الفقرة، لاحظ هذه الفقرة زيدت لك نسبة الإنجاز، هذه نسبة الإنجاز أنطتك إياها بوقت قصير جدا، أنطتك إياها بوقت قصير جدا، تختلف عن هذه الفقرة اللي هي هنا. شوف هذه نسبة الإنجاز كانت أقل بفترة زمنية أطول، لكن اللي صار هنا إنه نسبة الإنجاز أكبر بفترة زمنية أقل. معناته شنو؟ معناته أنه أنت عندك فقرة هنا زيدت لك نسبة الإنجاز أو طفرت لك نسبة الإنجاز من خلينا نقول 25% إلى 40 أو 55 أو 60% بوقت قصير جدا. لما تكون عندك هيك فقرة معناته هذا S shape، من بعدها المشروع يرجع يكمل وتيرة متناغمة وتيرة منتظمة. انطينا مثال على هذا الموضوع، هي المولد الكهربائي او التوربينات اللي موجوده في محطات الطاقه الكهربائيه. يعني انت حتى تنشئ محطه الطاقه الكهربائيه يحتاج انه تجيب الابنيه والسياج والاجهزه
المحطة والتوصيلات والأنابيب وهذه الأمور كلها اللي متعلقة بالمحطة والأبراج، لكن المحطة ما تشتغل إذا ما موجود التوربينات. مجرد أنه التوربينات توصل إلى المحطة، إذا صارت عندي نسب إنجاز عالية، من بعدها ممكن أني أربط المحطة وأربط التوصيلات مع التوربين، وراح تشتغل عندي المحطة بطاقتها الإنتاجية أو طاقتها التصميمية. فهذا هيك نوع من المشاريع هو نسميه اس شيب، معناته انه انت عندك فقره تطفر لك نسبه الانجاز بشكل كبير جدا، لكن بفتره قصيره مثل ما تلاحظ هنا عندك. هذا نسميه الاس شيب. فكثير من المرات انه اذا انت تشتغل في مشروع يجيك الاوردر من فوق او من الاعلى انه انطيني نسب الانجاز، انت نسبه الانجاز مالتك اليوم 40% 30%، بعد شهر نفس الشيء 32% 31%، ما طفر عندك، ما طفرت عندك نسبه الانجاز. بعد شهرين نفس الشيء، انت واصل الى 32 33 35%، لكن تجي في لحظه معينه تطفر نسبه الانجاز عندك الى 60%. هذول اللي توصلهم التقارير إذا ما كان يفهم هذا الموضوع راح يشكك بنسب الإنجاز مالتك، راح يقول لك أنت 3 أشهر أنت 30 32%، شلون صارت نسبة الإنجاز 60 أو 62 أو 65%؟ إذا ما يفهم هذا اللي بدنا نقوله اللي بدنا نحكيه هنا، أنت راح توقع في مشكلة. فيجب عليك أنه أنت تحدد مشروعك من البداية، هل هو مشروع جي شيب أم اس شيب؟ إذا كانت جي شيب، فقرات المشروع مالتك تتبع الجي شيب، فما معقولة انه اليوم انت نسبة انجازك 25%، شهر الاخ 30%، شهر الوراء 70%، ماكو هيك شيء ابدا، ماكو هيك شيء. يعني هاي حتى في حياتنا العملية خلينا نتعلمها. المقاول، احنا نتعامل ويا مقاولين ونتعامل ويا يعني ناس ممكن ماخذين شغل من الدولة او احنا نشتغل ويا الدولة، لكن خلينا نفهم هذه الشغله، انه حتى المقاول المفروض اني افهم المشروع اللي دا يشتغل به هل هو اس شيب ام جي شيب. مثلا على سبيل المثال اذا انت عندك تحريات جيوتكنيكيه وتحريات جيولوجيه، هذه التحريات تحتاج اعمال موقعيه، يحتاج تروح للموقع او هو الشركه اللي انت متعاقد وياها تروح للموقع تحفر تاخذ نماذج بعدين تجيب لك النتائج. فلما الشركة راحت للموقع وراحت حفرت وكملت ووصلت وأخذت النماذج، أخذ النماذج عموما يكون في فترة قصيرة معينة، يعني في فترة ممكن يومين أو 3 أيام، لكن فقرة أخذ النماذج بحد ذاتها هي فقرة مهمة جدا، فقرة جدا مهمة في مشاريع أو في مشروع تحريات الجيوتكنيكية. إذا هذه الفقرة، فقرة أخذ المشاريع، عفوا أخذ النماذج، هي فقرة تحفر لك نسبة الإنجاز. كل ما يتبقى هو إجراء الفحوصات المختبرية وكتابة التقرير، هذا راح يكون في فقرات روتينية أو عمل مكتبي روتيني. إذا مشروع التحريات الجيوتكنيكية هو من النوع S shape وليس J shape. واضحة؟ نعم. نعم. أكو سؤال ثاني يا شباب على المشروع على المادة؟ تمام. عموما يا شباب، بالنسبة للدراسة الصباحية، الموقع مالت الامتحان راح ينفتح عندكم الساعة 8، وراح تلقون الفورم موجود وتجاوبون عليه. الدراسة المسائية راح يجيكم لينك، هذا اللينك تفوتون عليه راح يفتح لكم الصفحة مالت الدراسة الصباحية. إذا تشوفون هذا الشيء صعب، فراح أسوي لكم صفحة ثانية لكم وتفتح لكم إياها مباشرة مثل ما موجود. الامتحان راح يكون عبارة عن سؤالين. السؤال الأول تخلي المشروع مالتك أو تقدم المشروع مالتك الفايل فقط مالتك الـ MS Project تحمل على الصفحة حتى يوصلني إليه. أهم شيء بالفايل، أنا كاتب لكم ملاحظات على مشروعك، يعني على الفايل مالتك أو المشروع مالتك شو يكون بيه.
اهم شيء انه اني افهم مشروعك هو شنو. يعني اني اليوم اذا تلاحظ هسه هذا اني المشروع مالتي تهيئه وتنظيف الموقع، حفر الاسس، التسليح، القالب، الصب، الامضاج، رفع القالب، هذني كلهم يشتغلون بكل مكان. بناء الجدران، السقف، الدرج، البيتونه، الواجهه الابيض، هذا ممكن اشتغل بيت، ممكن اشتغل دائره، ممكن اشتغل بنايه مستوصف، ممكن اشتغل اي شيء. طيب انا لما راح يجيني مشروعك شلون راح افهم انه هو مشروعك شنو؟ فقط انه اريد انه يتعلم مشروعك باسم المشروع، يعني في اي مكان، انه حتى اذا تقدر تسوي لي تاسك يعني اضافيه تخلي لي اسم المشروع مالتك، اسم المشروع مثلا هسه انا هنا مشروعي هو بناء منزل، او خلي اكتب مثلا هوم، هذا هو مشروعي، مشروعي هو بيت. فحتى انا لما اجي على المشروع، لما افتح المشروع اعرف انه هذا المشروع هو بيت. تمام لا لا، ليش؟ لان اكو فقرات هوايه متشابهه، يعني تهيئه وتنظيف الموقع، حفر الاسس، تسليح الاسس، القالب، الصب، الانظار، هذه كلها موجوده في اغلب المشاريع. طيب انا شو راح اعرف مشروعك هو شنو؟ عفوا. فعلى الاقل انه تعلم لي يا اما مشروعك تكتبه، يا اما سيف از، بالسيف از تكتب اسمك، تكتب اسم المشروع، يعني على سبيل المثال تقول له فايل سيف از. وانا افضل هذا الشيء انه بالسيف از، حتى لا ترجع تخربط مشروعك. تكتب مثلا انه يعني اني هسه مثلا مازن بناء منزل، حتى افتهم اني هذا المشروع هو شنو، حتى افتهم هذا المشروع اللي اجاني هو عباره عن مشروعي او مشروع الطالب الفلاني اللي هو اسمه بناء منزل. فلما يجيني مثل هذا مازن بناء منزل، حتى افتهم انه هذا المشروع هو لبناء منزل مو لشيء ثاني. فاهم شيء انه تسمي الفايل مالتك باسمك، خلينا نتفق عليها، تسمي الفايل مالتك باسمك وتكتب ويا اسم المشروع مالتك حتى يكون واضح بالنسبة لي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سؤال بسيط جدا من 5 فروع، من خلال يعني اللي اشتغل عملي، اللي كان ويانا، اللي اشتغل البروجكت مالته بإيده، اللي شاف الفيديوهات، على الأقل اللي شاف الفيديوهات كلها راح يقدر يجاوب على هذا السؤال بكل بساطة. هي عبارة عن 5 فروع، أشياء بسيطة جدا، أشياء بسيطة جدا. يعني مثلا أقول لك على سبيل المثال، إذا أنت تاريخ البدء مالتك يوم 1/2 وعندك المدة مالتك مثلا 6 أيام أو يوم واحد، إيش وقت تاريخ الانتهاء يكون؟ من هالأمور، من هذا القبيل، يعني لا أكثر ولا أقل. يعني لا هي أشياء من بين الأسطر أبدا، يعني ما عندنا. هي 5 محاضرات، 5 فيديوهات، إذا شفتهن أنت راح تقدر تجاوب على هذه الأسئلة بكل بساطة. هذا هو السؤال الثاني. الطلاب اللي مكملين مشاريعهم، الطلاب اللي سووا برزنتيشن، حكينا في موضوعهم، اللي سووا برزنتيشن خلاص السؤال الأول. اللي ما سووا برزنتيشن يرجع يقدم، طبعا حتى الطلاب هم اللي سووا برزنتيشن راح يخلون مشروعهم بالسؤال الأول، لكن الطلاب اللي ما سووا برزنتيشن هم راح يرجعون يخلون السؤال الأول، وراح ارجع اشيك لهم. اللي ما عنده حاسبه، اللي عنده بعد مشاكل بهذا الموضوع، ما مكمل مشروعه، ما عنده حاسبه، راح ورا الامتحان راح افتح نافذه جديده للطلاب اللي على الاقل اللي ما عندهم حاسبات او اللي ما مكملين مشاريعهم. يعني هذول راح يكون حسابهم اكيد غير حساب، يعني مو مثل الطالب اللي من البدايه هو مكمل وقدم وسوى، يعني ما راح تكون درجته اوريدي 5 ابدا، يعني راح تتصلح الدرجه من 4 او من 3، لكن مع هذا انه احنا نعطيهم مجال حتى يساعدون نفسهم، حتى نساعدهم ويساعدون نفسهم حتى يطلعون بنتيجه زينه لامتحان الفصل الاول. فاللي ما عنده حاسبه واللي ما مكمل مشروعه يبقى ينتظر ورا الامتحان، نفتح نافذه جديده لتقديم السؤال الاول، واللي مكمل مشروعه راح يتقيم مشروعه ويتصحح حسب اللي مقدمه. شلونك يا استاذ مازن؟ يا هلا مرحبا، صباح الخير. استاذ انا هسه كملت يعني المشروع، ادز لك اياه قبل الامتحان لو انتظر الامتحان؟ عندك مشكلة بي؟ تمام تمام يعني بقيت بس الخطوة الأخيرة بس ارتبها وادز المشروع كامل. انا قصدي انه اذا انت ما عندك مثلا هسه اليوم مثلا
كان اكو بعض الشباب عندهم مشكله بمشروعهم، عندهم خطا بمشروعهم، دا يطلع لهم خطا في مكان ما، فيرجع هو يدز لي اياه حتى اشوف له شنو الخطا ويرجع. انت في مشروعك عندك خطا؟ انا ما اقول لك اوكي دز لي اياه، بس هو انت وين راح تدز اليوم؟ دز لي على الايميل لو وين؟ يعني على هاي الأخير القديمة يعني نفسها مال تسليم المشروع دز لك قديما اياها كان سدت سدت سدد؟ اي سدت. لا انا شوف اعتقد راح باوع. لا 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 باوع، اذا ليش سالتك يعني انت عندك مشكله بمشروعك، يعني تحتاجني انه اساعدك بمشروعك لو انت مكمل خلاص بس تريدني مو اشوفك. مشكلة، وإنما هاي مال الأسس وهاي مال الفقرات. نعم أنا مشروعي مع النفق ما بيه فقرات، يعني كله حاجة وحدة ورا اللغة، يحتاج أسوي فقرات لغة. ماشي، قصدك ماكو فقرات رئيسيه وفقرات ثانويه؟ ماكو فقرات رئيسية وثانوية، كلها يعني وحدة ورا اللغة، فقرة ورا اللغة. مشروعك نفق بشارع غير؟ إي نفق بشارع. لا لا لا، أنا عندك فقرات رئيسية هسه راح أقول لك إياها، سجلها يمك إذا تريد حتى ترجع ترتبهن منا إلى يعني إلى الامتحان. يمك ورقة وقلم؟ ماشي، سجل أول فقرة، سجل أول فقرة عندك هي أعمال المساحة. أعمال المساحة المفروض أنت تقوم بأعمال المسح وتسقيط الموقع، هذا رقم واحد. تمام لو لا؟ اثنين عندك اعمال الحفر. حفر مالت الحفر النفق، حفر الاسس مالت الجدران السانده، حفر الحفريات مالت التاسيسات، مياه صرف مياه الامطار، الحفر مال المحطات مال الضخ مال الغطاسات، هذه مو كلها موجوده انت عندك بالنفق، هذني كلهم يحتاجون لهم اعمال حفر. تمام لو لا؟ يعني الفقره الثالثه استاذ، يعني لازم اسوي ذني بالهاي فقرات اساسيه. ما انت شلون لعد النفق من تمطر الدنيا وين يروح المي؟ يعني الا فقره اساسيه وثانويه لازم. يعني اني افضل انت اذا شفتها صعبه عليك، اني افضل، هي ترى مو صعبه، هي ابدا مو صعبه، هي راح تصير انت عندك 4 فقرات، اول وحده المسح، مسح الطبوغرافي تسقيط الموقع، اثنين الحفر، بعدين عندك اعمال الخرسانه هاي اللي هي كلها تشمل صب الشارع، صب النفق، صب الجدران السانده، تمام لو لا؟ صب بعدين ترتيب الجيردرات اللي فوق النفق اللي حتى الشارع اللي فوق هاي مور. مو انا عندي مشكلة يعني استاذ، وهي مشكلة بالجدران السانده، ايش بيهن؟ لان جدران سانده انا اضيفه قبل لا اسوي عملية الحفر. شلون يصير الريح يا ما يصير؟ شلون تضيف جدران سانده قبل الحفر؟ لا حتى ليش ما يصير الجدران هي عملية الهدم، ما صار عملية شنو؟ لازم الهدم وهاي لازم اضيفها قبل عملية الحفر. يلا بدي احفر. لا ما هو انت تحفر، انت ايش قد تحتاج للنفق؟ تحتاج مثلا خلينا نقول 20 25 متر، تمام؟ انت تحفر 30 او 35 متر، تسوي الجدران السانده، بعدين هو تصميم الجدران السانده اكو الدفن خلف الجدران السانده. دفن الدفن خلف ودفن. الجدران السانده يصير عندك بمرحلتين، يعني هذه ما راح، انا ما اريد هاي التفاصيل من عندك، بس قصدي للمعلومه، انت لما تخلي الجدار السانده ورا راح تخلي صبيس، ورا الجدار السانده تخلي مباشره صبيس، وبعدين راح تخلي دفن، هذا الراندوم فيل نسميه الدفن. فانت بالنسبه لك انت لازم تحفر اكبر من الموقع، تصب الجدران السانده، تنتظر الانضاج مالتهم يخلص، تنتظر الاكيورال بعدين مالتهم يخلص، وبعدين يلا تدفن. تدفن بحيث انت موصل الى 25 متر السبيس اللي انت تحتاجه للنفق او للشارع اللي راح يمر بهذا، يعني النفق اللي راح يمر به الشارع. فانت اوريدي انت لازم تحفر بالبدايه، وبعدين لازم تسوي الجدران السانده، وبعدين لازم تدفن. يعني هاي فهمتك. الفقرات هي الفقرات. تريد؟ ما عندي مانع، اني راح ادز لك هسه، راح اخلي لك هسه هنا الايميل. تريد دز لي اياه؟ انا ما عندي مشكله اشوف لك اياه وانطيك الملاحظات عليه قبل ما ما نبدأ بالامتحان. ماشي، هذا الايميل تريد دز لي على هذا الايميل، اذا ما لقيت مكان موجود انه تدز عليه بالكلاس، هذا الايميل دز لي وانا اشوف لك اياه وانطيك الملاحظات عليه ان شاء الله قبل الامتحان. إن بس شاء الله عموما أستاذ. انه انا افضل، لان اكو طالب بالمسائي نفس المشروع ماخذه، يعني ناقشناها ذاك اليوم، سوينا له برزنتيشن، يعني هو مسوي فقراته حلوه، انه المسح والحفر والكونكريت وبعدين عملية الإنهاءات.
ماشي عيني. اخر وحده عملتي ايش؟ الانهاء يعني هو كان مخلي شنو؟ كان مخلي إنارة، كان مخلي هذه مال الإنارة صبغ والصبغ الشارع، هالسوالف، كيف تعرفت؟ العلامات المرورية، كان مسميه تأثيث هو، العلامات المرورية، الإنارة، الغطاسات مدخلهم، صبغ الشارع، صبغ الرصيف، كيف يعني تعرفت هسه؟ هيك كان ماشي عيني؟ إن شاء الله هسه. إن شاء الله عيني، إن شاء الله. أشكرك نعم. على السؤال. يا هلا مرحبا عيني. نعم شباب، أكو أحد عنده بعد سؤال استفسار على الامتحان على المادة؟ أستاذ شكرا. نعم نعم زهر. لا أنا المشروع ما تدزيت لك إياه البارحة بالليل، وصل؟ اي وصل، اي بس احتاج انه تدزيه يومهم على نافذة الامتحان. ماشي أوكي أستاذ. ماشي. نعم زهراء الجبار. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. يا دكتور أنا الخميس دزيت لك ماشي المشروع نعم على اللي هذا نعم كان المفروض، يعني انت يعني في شلون يعني خلص لو لا؟ هم وصلني، هم وصلني وشفته، وهم احتاج انه اليوم تدزين ان شاء الله على نافذة الامتحان. تمام ماشي ان شاء الله. ان شاء الله. يا شباب، أنا بالنسبة لي خلصت وياكم، هذه الساعة الأولى خلصناها اليوم، الساعة الثانية إن شاء الله راح ناخذها بالليل بوقت الامتحان، هم راح أكون وياكم موجود منا إلى وقت الامتحان. أتمنى اللي ما بكمل مشروع يكمله، اللي عنده سؤال يسأل مباشرة على الكلاس، أنا راح أكون موجود خلال هذا اليوم أجاوبكم، واللي ما عنده سؤال، اللي ما عنده شيء، ما أتمنى لكم غير نهار سعيد إن شاء الله، أستاذ بس وألتقيكم بالنسبة بالليل. لكتابة اسم المشروع، بس ممكن ترجع تعيده بالمهمل؟ كتابة اسم المشروع، اوكي ماشي ماشي، يعني انت هذا المشروع اشتغلتيه تمام لو لا؟ مجرد تسوي له فايل سيف از، تمام، تسيفيه في اي مكان باسمك، اسمك واسم المشروع مثل هذا، يعني انا هسه مازن بناء منزل، انت تكتبين بدور ابراج الطاقة الكهربائية حتى افتهم، حتى لما اجي اشيك الفقرات حتى افتهم الفقرات اللي مكتوبة تخص أي مشروع، تمام؟ هذا هو فقط، يعني أنا لا حافظ أستاذ مو مشاريع كلها. يعني ما فهمت أستاذ القصد مالتي، عفوا أريد عفوا، نعم يعني أكتب الاسم المشروع بالهذا بالمهمة ضمن المشروع هنا مالتي، هنا بس مجرد هنا هنا أوكي هنا أنا بس هي من مجرد فوق. تخلين رايت، اي رايت كليك انزيرت تاسك، تنفتح لك تاسك جديدة تكتبين بيها اسم مشروعك، يعني هسه مثلا اني هنا أستاذ هذا منزل ماشي، مهم عشانها بالعربي بالانجليزي بناء منزل، تمام طيب، وتسويها اوكي، راح تصير فقره جديده اسمها بناء منزل وانتهي الموضوع، ما لها علاقه بالمشروع هذا. أستاذ عادي بس نكت بوق واضحه؟ على الفولدر من دخله جوا بالمهمات مو؟ بالضبط، عافية عليك يا منال، ما تدخليه إي بالمهمات. من فوق يعني أول بالضبط، من البداية. فوق. حتى بعدين من تقفلين هذا المشروع مالتك، أو من تقفل هذا هاي الفقرات، هي ما لها علاقة، هي تبقى فقرة تمثل اسم المشروع، والفقرات ما لها علاقة باي. صارت الفقرات كلها مالت المشروع هنا، وهي ما لها علاقة بالمشروع. بالضبط، عافية عليكم. تمام؟ تمام ما شيء. اللي ما عنده شيء يا شباب يتفضل، واللي عنده يسأل سؤال. أستاذ العفو بس الأجوبة مال الخمس أفرع نكتبها نعم. بورقة لو نكتبها إلكتروني وندزها يعني لا بين لا، يومين وثلاثة؟ الكتروني، الكتروني مو خلاص يعني الكتروني مو يعني البارحة او اول البارحة حكيت ويا يعني جماعة من طلاب المسائي ويا الصباحي، يعني اكو بيهم من التليفون يريد يجاوب، اكو بي يريد يجاوب مثلا من الكمبيوتر، اكو بي مثلا راح يكنك على الفور جي ويقدر يجاوب، فلا سويتها انه مباشره جوابها الكتروني، مجرد تضغط على الجواب وتدزه، يعني هي راح تكون اختيارات وصح وخطا اوكي.
وفد كتابة بسيطة يعني شورت انسر، مو اكثر من كلمتين ثلاثة. ماشي. ماشي، إذن يا شباب، أنا اللي ما عنده شيء أنا راح أطلع، ونلتقيكم إن شاء الله الساعة 8 بالليل. إن شاء الله. مع ألف سلامة.